مجددا نحييكم، ثم في هذه اللحظة نتكلم عن مراحل زراعة الموز مع المزارع. أتمنى المصور يقرب حتى يصل الصوت. كيف أهم مراحل زراعة الموز من البداية؟ من البداية زراعة الموز أول ما يغرسوه ويجلس 8 شهور، تمام؟ بعد 8 شهور هذا يبدأ الإنتاج. بعد الإنتاج يعني يقطف على كل شهر، على كل شهر يتحمل. بس يقطف الثمرة صباحا؟ الثمرة بعد الثمرة، بعد ما تقطف الثمرة بتقص الشجر هذا. ليش؟ تعمل له تقليم يعني؟ تقليم بجزء واحد جنبه من جنب الشجرة. واحد جديد يعني؟ أيوة. كل شهر ولا في فترة وفترة؟ كل شهر. كل شهر لازم يحدث جلسة. أيوة. حلوة يعني اللي تنزل القطف تطلعها. أيوة. برا. أيوة. خلاص يطلع شجرة جديدة نبتة كما تلاحظون. هذه هي موجودة. أيوة. هنا. نعم. هذه الشجرة مثل هذه. نعم. هذه تكون منتجة للشهر الذي بديل جلي. بديل لهذيك. أوكي. طيب أنا لما أنتج أخذ الموز هذا مباشرة للسوق ولا فيه؟ لا بيجولوا بيجولوا ناس بيشتروا منك ويدرسوا على الثلاجات. الثلاجات طوالينها صراحة. إيش اللي يخليه يطلع أصفر طالما إنه يطلع من مزرعة أخضر؟ إيش اللي يحوله؟ يقول لهم يشتروا مننا أخضر وبيقف الصنع في الداخل. ما هي العملية اللي تحوله من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر دون إتلافه؟ هذا التبريد. تبريد منطقة يعني ثلاجة مش ما تبريد. ايوه بيضخوا له اول شيء حار ويجيبوا له بارد. ايوه لما يصفر داخل الاكياس. هو داخل الاكياس كراتين وجاهز. اذا احبت المتابعين تعرفنا على بعض اساليب وطرق زراعة الموز وحصاده وتخزينه هنا من منطقة وادي مور. هذه المنطقة الزراعية التي تعتبر سلة الجمهورية اليمنية من فاكهة الموز. تحياتي لكم مهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم